السلام خسا السلام على عيدك جميل السلام ربنا جعل المفاتيح الخير غلق الشر امين رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين على اهل نلتقي الايه 22 وسوره الاحزاب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اي حرم الله العدو وعد الله اتانا بخير وحميد على شهر الله يكون تفرقا وبالتالي الرسول عليه الصلاه والسلام الذي كذلك الصبر اذا نحن نتعامل مع صديق خالق وخير الصديقين من المخلوق فيه عليه الصلاه والسلام خير المعين ريالي حب تعب الفنون الصحيحه تعلموا او قضايا نصيحه قول صدق الله ورسوله الا انتم موجهين ولذلك انفسكم المريضه اما من انتم الله والرسول عليه الصلاه والسلام ليست فنانين جزاء اولى بتكريمكم لا يمكن ان يكلمكم الله ولا يمكن ان يكلمكم يكلمكم رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله الاخوة يسال الحديث بعد ان شاء الله تعالى ولا ممكن ولا يمكن والسلام عليكم.